الإمارات تفرض على المجلس الرئاسي والحكومة منح الانتقال الانفصال، ماذا يحدث؟ تفاصيل عاجلة. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. فرضت الإمارات على مجلس القيادة الرئاسي والحكومة تنفيذ شروطها التي طرحتها في لقاء ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد السبت الفائت مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسية. ووقعت الحكومة اتفاقية مع الإمارات تمنح المجلس الانتقالية الجنوبية أو الاعتراف الرسمي بدولته التي ينادي بها تحت اسم دولة الجنوب، حسب ما أعلن وزير الاتصالات. أكد هذا وزير الاتصالات نجيب العوج الأربعاء بإعلانه إنشاء مفتاح اتصالات دولي خاص بالمحافظات الجنوبية الخاضع لسيطرة ميليشيات المجلس الانتقالي بمعزل عن المفتاح الدولي الخاص بالجمهورية اليمنية، مؤكدا أن هذا يأتي بموجب اتفاقية مع الإمارات لتطوير قطاع الاتصالات. جاء ذلك في مداخلة لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة اليمنية المعترف بها نجيب العوج مع برنامج قضايانا اليمنية الممولة من الإمارات. قال فيها إنه تم استحداث مفتاح اتصالات دولية جديد للمحافظات المحررة سيكون 009678، مضيفا إن شركات اتصالات جديدة باستثمارات محلية وخليجية وعربية ستدشن في الأيام القادمة، وسيشهد قطاع الاتصالات تحسنا كبيرا خلال العام الجاري بموجب اتفاقية مع الإمارات. ستنقل قطاع الاتصالات نقلة نوعية بما يساهم في تحسن الخدمة المقدمة للمواطنين. وأشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في حكومة المناصفة بين الشرعية والانتقالي في حديثه لقناة الغد المشرق إلى أنه سيتم تغطية المحافظات المحررة خلال الأيام القادمة بخدمة عدن نت، ما اعتبره مراقبون أول اعتراف رسمي بانفصال جنوب البلاد بدولة يحكمها الانتقالي.